اهلا وسهلا بكم جيمرز يوتيوبرز وايفريبادي ان بتوين. انا علي السيد ويلان جسر. النهارده احنا طلعونا من المكتب بالظبط. احنا فين يلان؟ احنا فين بحدث ستريت فايتر 5. ايوه جايين نكسر عالم ونكسر بعض ونعلق مشاكل. فيلا نبلش. يلا بينا. ما بيفتح الباب. نجرب كمان مره. يلا طب نجرب كمان مره. بتعملي ايه؟ بعمل يلعب معي. هتلعب لوحدك؟ ايه؟ بتلعب باليدتين مع نفسها خالص. ميلي كسبان لين ولا لين؟ لهلا لين. بدنا نبلش هلا تورنمنت صغير لستريت فايتر 5 مع اول المتبارين اللي عندنا. مفضل versus Mustafa in region 2. Yeah. الجولة الأولى انتهت بفوز مصطفى من region 2. وهلا فعلا الجولة الثانية اللي هو علي versus علاء من Double Station. بطريقة ما راح بغلب علاء من دبل ستيشن. وهلا ثالث ماتش في عنا نبيل جاي مع ريجن 2 ضد فهد من ترو جيمنج. من اي جي ان بتروح ضد احمد النشيط من دبلز جيم. هلا الجوله الثانيه من السيمي فاينلز. مصطفى من ريجن فاز ضد علي من اي جي ان. وهلا الشوط الثاني اللي هو بين نبيل اللي مع ريجن أحمد النشيط من دبل ستيشن. وهلا وصلنا للفاينلز آخر متسابقين عنا. في عنا فهد رجع في مباراة من ترو جيمنج ضد مصطفى من ريجن 2.
It was fun and I can't wait to play the game. وزي ما شفت دلوقتي المباريات ما بيننا احنا المحررين خلصت وريجن 2 فازوا. Yes! اوكي فخلينا نشوف السهرة لسه مخبيه لنا ايه كمان. فخليكم معانا وتروحوا شباب.